التأييد والمعارضة أخذت التعديلات الدستورية المقترحة نصيبها من النقاشات، بداية من اجتماعات اللجنة العامة للبرلمان، مرورا بالجلسات العامة، وصولا لجلسات الحوار المجتمعي التي تهدف للاستماع لآراء كافة أطياف المجتمع. السيد الأستاذ الدكتور طلعت عبد القوي، السيد عبد اللطيف رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، اتفضل حضرتك. المادة 226 بتقول من حق رئيس الجمهورية أو خمس أعضاء مجلس النواب إن هم يتقدموا بتعديل مادة أو أكثر. الواقع هنا إن 155 عضو، يعني أكثر ب 35 عضو. اتنين يعرض على المجلس من طريق اللجنة العامة، وده تم خلال شهر، وعقدت ثلاث جلسات على أعلى مستوى وتحدث فيها كل الناس. ثم حضرتك عملت الجلسه فيها تصويت 485 من 595، يبقى نسبه عاليه جدا. بعد كده حضرتك احلت بعد الموافقه على اللجنه التشريعيه المحترمه اللي رئيسها مستشار عمره ما هيغامر باسمه ولا بتاريخه، وتقعد 60 يوم حد ادنى، 60 يوم القانون الدستور نص عليها. الدستور المصري من الدستور الجامده. الكلمة الآن على حسب الجدول أو ورود الاعتذارات من عدمه للسيد الأستاذ الدكتور مصطفى كامل السيد أستاذ العلوم السياسية. أبدأ بالقول بأن موقفي من هذه التعديلات هو رفضها جملة وتفصيلا، وذلك للأسباب التالية. أولا، النظام القانوني والدستوري في أي دولة يستهدف إشاعة روح من الطمأنينة والثقة بين المواطنين أيا كانت مشاغلهم. هم يشعرون بالطمأنينة أن القواعد الحاكمة للحياة السياسية الاجتماعية الاقتصادية هي قواعد ثابتة وجادة وتمتلك قدرا كبيرا من المصداقية. أما عندما نقدم على تعديل نص دستوري لم يجري تطبيق معظم مواده، لم يجري تفعيلها، وبعد مرور 5 سنوات على اعتماده من أغلبية ساحقة من المواطنين، فأعتقد أن ذلك يخلق إحساسا بأننا لا نتعامل بجدية مع النصوص الدستورية التي هي قمة القوانين. السيدة الدكتورة حنان يوسف، أظن أن أنا موافقة تماما على هذه التعديلات، لكن عندي بعض الملاحظات الشكلية إنجاز لي أن أقول. أولا فيما يتعلق بالمادة 102، المادة الخاصة بالنسبة المخصصة للمرأة، يعني هو تعديل مقبول. إنجاز لي أن أقول أنا يعني أتفق مع الأصوات التي طلبت بزيادة هذه النسبة بدرجة كبيرة، وعشان ما يقولوش يعني الستات عاوزين يخلوها 50% وليكن نسبة معقولة 30% مثلا، لكن 25 ذاتها غير عادلة طبيعة حالة المرأة في المجتمع بدرجة كبيرة. وإن كنا هنقول إن هناك عندنا متغير نقيس عليه، إحنا ليه بنطالب؟ إحنا بنطالب لأن نسبة المرأة بتفوق 50% في التعداد السكاني، نسب المرأة الآن هناك نجاحات كبيرة جدا في المجتمع المصري، حتى كمان نسب الأمية كنا من 10 سنوات المرأة يعني أكثر أمية من الرجل، الآن هناك في قياسات التنمية البشرية المرأة أكثر تعليما من الرجل في كثير من المناطق الجغرافية، ولذلك زيادة نسبتها زيادة منطقية جدا. الكلمة الآن للسيد الأستاذ الدكتور لواء نبيل لوقا بباوي عضو مجلس الشورى السابق. بالنسبة للمادة 140 الفقرة الأولى بتعديل مدة الرئاسة إلى 6 سنوات، فهذا هو العدل الإلهي أن يستكمل الرئيس السيسي إنجازاته التي بدأها في كل المجالات، ويرى بنفسه نتائج وثمار أعماله وقراراته. ولكن سيادة الرئيس ليتحفظ أرجو دراسته على الفقرة الثانية من نفس المادة 140 التي تنص: لا يجوز لرئيس الجمهورية أن يشغل أي منصب حزبي طوال مدة رئاسته. لقد تعلمنا على كتب سيادتك أن هذا النص بعوار دستوري في حرمان رئيس الجمهورية من حقه في أن ينضم
إلى حزب سياسي، وهذا النص لا وجود له في أي دستور في العالم، فمن حق رئيس الجمهورية أن يكون له حزب سياسي يناصره ويدافع عنه ويدافع عن سياساته ويدافع عن قراراته كما هو موجود في كل دول العالم. السيد الأستاذ الدكتور طه خالد، رئيس بنك الكساء المصري. في هذا المجلس أثناء مناقشة الدستور أنا كنت واحد من اللي اعترضوا على 4 سنوات، وبالتالي 6 سنوات هي في رأيي هو الحد الأدنى في دولة نامية عشان الرئيس يقوم بالواجب بتاعه ويكمل المشروعات اللي هو بدأها. من ناحية مجلس الشيوخ الحقيقة نفسي ان الرقم يقبل القسمة على 3، ويبقى 240 او 270، انا محاسب قانوني وبالتالي او 300. ثانيا بالنسبة لمجلس الشيوخ السن، يعني طبعا انا بكلم كراجل من الشيوخ دلوقتي، 35 هو سن الشباب، ده بيقولوا على سن 60 و70 شباب، وده ربنا يدي الناس كلها الصح. النقاشات داخل جلسات الحوار المجتمعي تطرقت لمناح عدة في ظل حالة من الشفافية تؤكد على ممارسة الديمقراطية السليمة. السيد الأستاذ الدكتور حافظ أبو سعدة، المحامي ورئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان. أبدأ ببعض الملاحظات على بعض المواد على النحو التالي. أولا سيادة الرئيس، المادة 102 أتفق تماما مع الاتجاه لإعطاء المرأة المصرية على الأقل 25% من عضوية مجلس النواب، وهذا اتجاه يتفق تماما مع اتجاهات اتفاقية الأمم المتحدة الخاصة بإزالة كافة أشكال التمييز ضد المرأة بمفهوم التمييز الإيجابي. والتمييز الإيجابي يعطى للفئات المهمشة لفترة محددة تحددها الدولة ويحددها الدستور، هذه الفترة حتى تستطيع أن تتغلب على القيود المجتمعية والقيود الاقتصادية التي يمكن أن تحد من مشاركة المرأة، وبالتالي هذا اتجاه جيد. وفي هذا الاتجاه ايضا وفي صلب هذه المسائل الخاصة بالتمثيل، انا اشدد على تمثيل المسيحيين، واعتقد ان البرلمان المصري بالعدد الموجود فيه الان من المسيحيين قدم نموذجا جيدا لتمثيل الفئات المهمشة التي تشكل القيود الاجتماعية والثقافية قيودا عليها. ولا استطيع ان اقول ان هناك مساواة كاملة، لأن الانتخابات العادية في البرلمانات السابقة لم تكن تفرز مسيحيين، وكان الاتجاه هو أن رئيس الجمهورية يعين عددا محدودا. أنا أفضل أن يكون منتخبين وممثلين في البرلمان. الكلمة الآن للسيد الأستاذ الدكتور مصطفى حبني عبد الحميد مصطفى الحمادي، أمين عام الاتحاد العام وعضو مجلس الإدارة بالاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية. سعدني أن الحاجات اللي أنا كنت عاوز أقولها جزء كبير منها اتقال، فيظل تعليق في واحدة أو اتنين سريعين. في المادة 160، إذا قام مانع مؤقت يحل دونها مباشرة رئيس الجمهورية لسلطاته يحل محله نائب رئيس الجمهورية. وأنا شايف أن جاي بعد كده أن لرئيس الجمهورية أنه يعين. أنا أرى ان مش لرئيس الجمهوريه يبقى الزام يعين رئيس الجمهوريه، يبقى من البدايه فيه نائب رئيس جمهوريه. وفينا نقطه صغيره بقى اللي هي تحت، ولا يجوز لمن حل محل رئيس الجمهوريه او رئيس الجمهوريه المؤقت ان يطلب تعديل الدستور، ولا ان يحل مجلس النواب او مجلس الشيوخ، ولا ان يقيل الحكومه، كما لا يجوز لرئيس الجمهوريه المؤقت ان يترشح لهذا المنصب. بمعنى ان نائب رئيس الجمهورية لو رئيس الجمهورية جرى له حاجة هو يبقى رئيس الجمهورية 90 يوم، ولا يحق له ان يترشح بعد كده. لا يعني هو بيتكلم في في نوع من المانع اللي بيحوله ممارسة رئيس الجمهورية خصوصا مانع المؤقت، وهنا بيحل محله نائب رئيس الجمهورية او رئيس مجلس الوزراء. جميل. وفي المانع الدائم اللي هو الاستقالة ولا قدر الله الوفاة، ودي بيحل محله رئيس مجلس النواب، وفي حالة عدم وجود مجلس بيحل محله رئيس المحكمة الدستورية. بس هل هي هنا واضحة بهذا الشكل؟ ما اعرفش. هذه هي المقترحات
وانا علشان كده بقول دايما ان دي مقترحات يعني ناقشها المجلس كما جاءت من اصحاب جميل. هذا المقترح على الحال انا بالتالي هناك رحله طويله بنسمع حوار مجتمعي في لجنه الصياغه في لجنه الشؤون الدستوريه التشريعيه كل ده هيتم ضبطه وبعدين في مجلس النواب هيناقشها ماده ماده وهتتم الموافقه عليها باغلبيه الثلثين فالطريق لا يزال طويلا يعني جميل جدا انا اتمنى وضع الاثنين دول اطمئن تماما كله هيضبط شكرا جزيلا السيد الاستاذ اسامه محمد كمال مغيث عضو مجلس الاداره الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الاهليه تفضل حضرتك بنوافق طبعا على بعض التعديلات الدستوريه ولكن هناك بعض المواد لي راي ان انا اقوله حضرتك بالنسبه لي طبعا بناكد على الفصل بين السلطات ده شيء مهم جدا بالنسبه للماده 243 هناك في النص بيقول ان هو التمثيل الملائم للعمال والفلاحين يا ريت برضه في الماده 102 يبقى يكون هناك التمثيل الملائم للمراه بحيث المرأة جزء من النسيج المجتمعي بالمادة 244 اللي هي برضو بتذكر الطوائف أو المسيحية طبعا أنا بعترض على كلمة المسيحيين على أساس المسيحيين جزء من النسيج المجتمعي الواحد ده اللي احنا بنأكد عليه السيدة الأستاذة دكتورة هدى جلال ياسي رئيس اتحاد المستثمرين أو المستثمرات العرب الحقيقة بالنسبة للتحديد عدد مقاعد المرأة فكرة التحديد في حد ذاتها أنا شايفاها أن ده دعم ومساندة للمرأة تأكيدا على دورها الاقتصادي والاجتماعي المرأة النهاردة مع كل احترامي للأستاذ اللي تحدث قبل كده المرأة سيدة الأعمال النهاردة والمستثمرة لأ ليها مكانة وليها دور وليها دور قوي جدا في الاستثمار والاقتصاد في بلدها وفي دعم المستثمرين واجتذاب المستثمرين من كافة المنطقة فطبعا تحديد مقاعد بحد ذاته اذا كان 25 او اكتر فده معناه التأييد والاعتراف بدور المرأة حقيقي ان بقى ليها مكانة والاهتمام بيها فده حاجة كويسة طبعا زادت هيكون افضل وفي حد ذاته التحديد هو دعم كبير اختلاف آراء البعض لم يجعلهم يغفلوا أن هناك من يترصد بمصر وأمنها وأنه من الضروري أن يلتف الجميع حول المصلحة العامة للوطن كما أكدوا على أن الشعب المصري هو السيد والحكم في اتخاذ قراره بشأن التعديلات المقترحة من خلال استفتاء شعبي في حال موافقة البرلمان عليها